ماتش صعيب. انت تعرف مستقبل جيبس وملعب الجيبس يعيشوا من الدربي، معناها تاثيرات الدربي تكون كبيره برشا، البركسيون نتاعها كبيره برشا. الحقيقه شفنا تاثيرها في الميطا الاول، بالرغم اللي براتيكمون جمعه كامله حاولنا نحضروا الاولاد، مي كانوا ممسوسين شويه، حبوا يعملوا رياكسيون، زاد هذاك حتى لامبريسيون دوبل. المقابله كما قلت انت شوطين، صحيح شوط الاولاني كنا اورديكو، لعبنا ضد فريق محترم محيط قرقنا واحد من كرش هذا، وحطونا ديفيكولتي براتيكمون شوط كامل ما لقيناش الحلول. دوزيام ميطا خير برشا، شفنا ايكيب سانس يونيك، معناها شوط كامل فيدنا الحقيقه، لعبنا براتيكمون اكثر الشوط الثاني في شطر الميدان نتاع نادي محيط قرقنا، خلقنا برشا فرص، تسرع في بريسيون كما قلت لك، الحب الانتصار خلينا بارفون نتاعهم في البريسيبيتاسيون. الحمد لله معناها عجبتني الرياكسيون تاع الاولاد الشوط الثاني، ليتا ديسبري كيف كيف زاد. فما حاجه ان شاء الله في المستقبل جابس، فما فريق باهي. نشكر منير راشد زميلي وصديقي بالمناسبه اللي خدم زاد خلى فريق ممتاز، نحاول نكملوا الخدمه، احنا نحطوا افكارنا في التيران، نعاونوا اللاعبيه، وان شاء الله الظروف كل موجوده في مستقبل جابس. اليوم اللي شفته انا في اسبوع موجوده الظروف، مش واحد يحاول معناها يمشي بتي ترتيب الاوبجيكتيف اللي حاط ان شاء الله.